السلام عليكم. الفترة اللي فاتت اتنشر كتير جدا على السوشيال ميديا صور بالشكل دوت، ان هو بياخد صورة حقيقية وبعد كده بيدخل عليها تأثير معين كده غريب، يعني ان هو اتعمل بالفوتوشوب العادي او كده، بتاخد ساعات كتيرة. لكن هي التقنية سهلة جدا وهنبدأ نشوفها. الفكرة في صور كتيرة جدا سياسية وفي صور كتيرة، بس انا اخترت واحدة ايه بعيدا عن القلق. خلينا نشوف التقنية دي اللي اسمها ستيبل ديفيجن سكريبت. دي عبارة ان انت بترفع صورتين، صورة اللي انت عايزها وصورة تانية بتبقى ابيض واسود، ويبدأ هو يمشي على الالوان ديت بالشكل ده. يعني انت ترفع الصورة ديت وهو الستيبل ديفيجن هياخد نفس الحاجة دي ماشية على الصور. يعني انت تحط صورة القطتين الحلوين دول ويبدأ ياخد نفس الستايل ويبدأ يحطها على الصور. هتاخد مثلا الستايل دوت وتبدأ ترفع الصور ويبدأ يخليها تمشي مع الحاجات دي. فمثلا الصورة بقى ايه بالمنظر الطبيعي، تقدر ان انت تدخل عليها المؤثرات، وهتلاقي فيه حاجات كتيرة جدا هنبدأ نشوفها مع بعض دلوقتي. الجميلة ان التقنية اوبن سورس، يعني تقدر ان انت تحملها وتعملها على الموقع بتاعك او تعملها على الجهاز بتاعك بدون اي مشاكل خالص. تقدر ان انت تيجي هنا تقول له انا عايز احمل الكود، وتقدر تعمل لها تحميل. ده مثلا موقع من ضمن المواقع اللي بيعمل الصور ديت. زي ما قلنا هنديله صورة حقيقية، صورة عادية، ونديله حاجة كده أبيض وأسود، فهو يبدأ ياخد نفس الستايل ده. مثلا باترن موجود، هتديله الصورة وهو يبدأ يمشي على نفس الباترن دوت. في كذا باترن طبعا موجود، مثلا اخترت حاجة زي كده، تبدأ تديله الصورة وهو يبدأ يمشي على نفس الحاجة ديت. تمام، ممكن نعمل أبلود للصورة تانية بفكرة الأبيض وأسود، تبدأ ترفع الصور زي ما أنت عايز. هنا هتبدأ تديله برومت، أهو برومت تكتب له بقى، تقول له مثلا انا عايز حاجه مصريه. تمام، تمام، على سبيل المثال. لكن هو هيمشي على ايه؟ هيمشي على الباترن دوت، دي الفكره. شايف خد نفس الباترن وبدا يحط صوره من العصر الاسرات. تقدر تختار مثلا حاجه بالشكل دوت وتقول له ايه جنريت مثلا. فشايف عمل لك الصوره بالشكل ازاي. الجميل ان الموقع ما بياخدش مني فلوس حتى الان، هو في كريديت كل ما بتيجي تعمل صوره. دي صور اللي احنا عملناها، نقدر ان احنا نعمل لها داونلود زي ما احنا عايزين. تقدر تعمل لها داونلود، تقدر تعمل لها شير. بالشكل دوت. طيب تعال نشوف بقى هنا مثلا، ده موقع من ضمن المواقع بيتكلم بيشرح النظرية وبيديك امكانية برضو ان انت تجرب الفكرة دي. هي بتعتمد على حاجة اسمها كنترول نت، ان انت بتديله شكل معين وتقول له امشي حوالين الشكل دوت، فهتلاقي الستيبل ديفيجن كنترول نت ده بتقدر تتحكم فيها. هنا بيتعمق شوية في التفاصيل. وبرضو الموقع ده اللي هو هاجينج فيس بيشرح برضو نفس الفكرة، بيقول لك حط أي صورة من عندك مع الجهاز واختار الستايل وأنا هطلعها لك. طيب خلينا نختار صورة. هاجينج فيس بتلاقي فيه التكنولوجيا اللي لسه هتنزل. تمام، فخلينا نختار صورة مثلا، وليكن صورة كنا احنا حملناها كده في الداونلود. طيب وليكن مثلا هختار الصورة بتاعتي واقول له مثلا عايز اعبي الشكل دوت. تمام، ونقول له لو في برومت معين عايز الصورة مثلا تاخد شكل غير اللي موجود وتقول له رن، فيبدأ يعمل لك رن. وده برضو من ضمن المواقع بيزيد عليه ان هو بيعمل كيو ار. تمام، بحيث ان لو حد عمل سكان يدخل على الصفحة اللي انت عايزها. دي صورة هي معمول لها، تقدر تعملها سكان. قال له مثلا اعمل لي مبنى معماري، فكرة جميلة، بيت معماري تعمل له سكان يبدأ يدخلك على الموقع بتاعه. هنا شجر مثلا هنا. فالميزه ان انت بترفع الصوره بس وتبدا تختار
عايز الكيو ار ايه يدخلك على ايه، وفي نفس الوقت تديله الحاجات اللي هو يلتزم بيها ككنترول نت، فيبدأ ان هو يجيبها لك. الموضوع بقى سهل جدا وبسيط، يعني زي ما شفنا مثلا موقع زي دوت، مجرد تقول له جنريت كل مرة بيعمل لك صورة احسن من الاول. تمام، انا عندي 20 نقطة هبدأ اخلصهم بقى ان شاء الله. عمل لنا حاجة بالشكل ده، تبدأ بقى تجرب لحد ما توصل لحاجة انت عايزها. ممكن تكتب اسم توت عنخ آمون او اي حد انت عايزه يبدأ ان هو يعمل لك مثلا. طيب ممكن نقول له بيراميدز، تمام، ونقول له يلا بينا، ومن البوزيشن تبدأ تغير البوزيشن لو انت عايز. وممكن المرة الجاية نختار برومت مختلف، وليكن مثلا حاجة بالشكل دوت. عملها لك بالشكل الجميل دوت. لسه بقى هنجرب بقى ابو الهول بقى، ونجرب كل الاثار اللي عندنا. عمل لك صورة تانية اهيت، تمام، وتقدر تغير بقى الاشكال، في اشكال كتيرة موجودة. ممكن تقول له انا عايز مثلا حاجة بالشكل دوت، ونقول له جنريت، يبقى هو بيعمل لي بيكون لي صورة، وفي نفس الوقت بيدخل لي عليها المؤثرات ديت. انا قلت له انسباير، فهو بيجيب لي بقى اشكال يكتبه حاجات تانية. تمام، اتمنى تجربوا الواقع، ولو في موقع جميل زي كده يا ريت تقول لنا عليها في الكومنتات.